أما لفقرتنا ما قبل الأخيرة لليوم لنحكي فيها عن صيحات التجميل والموضة والألوان الصيفية. يعني خلينا نحكي هاي الفقرة بتهم كل الصبايا أكيد. طبعاً المكياج اليوم هيك أنا وياك عاملين عجقة بالألوان الصيفية أكيد يعني. هي الألوان الصيفية كتير حلوة، تفاؤل، طاقة، أنا هيك بحسها ما بعرف. أكيد طبعاً هدول الثياب بدون ميك اب كمان عجقة يكونوا حلوة. أكيد كل نوع ثياب أو لون ثياب بيناسب له مكياج معين، لكن مكياج 2023 أكيد كل سنة بيكون في موضة معينة. خلينا نقول لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. رشا، شو رأيك أنت بالمكياج؟ بتتقيدي بموضة معينة أو باللبس ولا لا خلص أنت الشيء اللي بتحبي؟ لا، أنا بحب الشيء اللي بيناسب تفاصيل وجهي، بس أكيد يعني بتابع يعني، ورح نحكي عن هاي القصة ضمن فقرتنا. أكيد رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع بفقرتنا وموضة 2023 معنا خبيرة التجميل دونا إبراهيم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الخير دونا، كيفك؟ يسعد صباحك. هلا كيفك؟ أكيد يصبح على إيناس. يسعد صباحك اليوم موديل معنا إيناس. كيفك اليوم؟ هلا إحنا بدنا نسأل وندردش ونشتغل عشان الوقت اللي نقوم هيك نشوف الإطلالة الأخيرة لإيناس كيف حتكون. خبرينا اليوم عن ألوان الصيف. يعني نحن مثل العادة ألوان الصيف نحن منفوت على ألوان الهدوء بس بالنهار والألوان القوية بالمسويات. يعني نحن أكيد عنا الصبح ألوان النوت اللي هي بتكون ترابية مايلة للزهر الخفيف الرايقة، منحاول ما يكون فيه كتير أوفر فوند. المساء شيء تاني يعني خمري، الألوان الضاربة على أورانج هلا السنة كتير قوية طالعة، جليترات، هدول القصص. يعني طبعا بنحكي نحن عن الالوان الدارجه مثل ما قلتي انت، الاورانج والالوان هيك الضايجه، بس في بشرات يمكن ما بتناسبها هي الالوان، ضروري انه هي تتماشى مع هي الالوان؟ لا اكيد لا، نحن حسب شو عندنا البشره وشو بتحتاج البشره وشو شكل الوجه كثير اساسي بالنسبه لنا. طيب دونا خلينا نروح شوي لعند ايناس، انت عامله اساسات بوجه ايناس، خلينا نبلش ونحن هيك عم ندردش. اليوم شو بدك تساوي لايناس؟ بدنا نساوي من الوان الترابيه لانه نحن هلا الصبح منفوت على الالوان الترابيه اللي هي بدها تكون بين رح تكون بين البني والاورانج ويكون فيها روح. يلا ايناس هيك حابين اليوم نشوفك باطلاله حلوه اكيد عن طريق في انامل دونا. دونا قد ايه اليوم بتتقيدي بذوق الصبيه؟ على قد ما بيلبق لها. يعني اليوم اذا ما بيلبق لها وقالت لك بدي شو بتعملي؟ قولي لها ما بدي؟ ما فيني الا ما بدي. انا بشتغل مثل ما هي بدها بس بالاخر بطالع اللي بيلبق لها وبحاول اكبر قدر ممكن انه نحن نشتغل الالوان اللي بتاخذ على شكل الوجه وشكل ولون البشره جدا اساسيه وشكل العين جدا اساسي. الالوان المبطنه الى الالوان البنيه الى بتاخذ على كل اشكال العين مثلا. شو هي الالوان بتاخذ كل اشكال العين؟ عندنا الالوان البرونز والالوان النود هي نحن فينا ناخذها على كل اشكال العين. حلوه بتحبيها حلوه هدول الالوان. تماما. هلا شو الالوان اللي اخترتيها للصبيه لإيناس؟ نحن هلا عم ناخذ بني محروق من الزاويه كرمال نحن نعطي مساحه للعين، بندمجها مع الوان النود اللي هي بتجي ضاربه على لون الزهر التوره صغيره. تمام. هلا دونا خلينا هيك نضوي على قصص. احيانا بيكون الصبيه عندها بعض العيوب بالوجه، مثلا خلينا نقول انف شوي كبير، هلا ما ضل انف كبير يعني بعد عمليات التجميل. العيون يعني اليوم الماكير هو رسام بالنهايه، واليوم بده يحاول يلعب على هي النقطه، يخفي شيء ويظهر شيء. اليوم شو هي الالوان اللي ممكن تساعدك انك تخفي بعض العيوب بوجه الصبيه؟ هلا هو الوان النحت، يعني هي الوان النحت بتجي من الوان الاورانج المتدرجه بين الفوندات الغامقه جدا وللفوندات الفاتحه جدا. يعني نحن بنلعب على الكونتورينج بالوجه وبلاس بالعين. يعني هلا نحن صرنا من جديد بنلعب بالكونتور على العين، ما عاد مثل قبل بس على الوجه. تمام.
شكل زاوية العين من جوا بتلعب دور، بتعطي مساحة بين الأنف والعين. في صبايا عندهم عيون مبطنة رشامتها، يعني هدول كتير بيتعذبوا وقت المكياج، أو هنن شو الألوان اللي ممكن يحطوها لحتى يخففوا من هي الطبطينة أو تعطي شوي هيك وسع للعين؟ هلا هي نحن بدنا نحاول تكون زاويه العين دائما ظاهره، والجفن المتحرك هو الوانه فاتحه، بس كان الجفن المتحرك الوانه فاتحه فنحن بتظهر عنا فتحه العين. نحن شو عم نقصد هون بالجفن المتحرك؟ معلش خلينا نضوي اكثر، هون العصبيه هون ناخذها على الشاشه. يعني هذا الجفن المتحرك عندنا، يا عدسه العين، خلينا نقول عدسه تحت عدسه العين تماما. هلا في موديلات جديده، هي الكات كريس، الكات كريس كثير عم تطلع حلوه، حتى على العيون المبطنه، حتى على العيون المبطنه عم تطلع كثير حلوه. طبعا لها تكنيك معين، والتكنيك بيختلف بين شخص وشخص. طيب دونا، اليوم شو اكثر شيء بيظهر جمال العين للصبيه؟ يعني بعد ما تروحي لدمج ارشاد، ودائما بنسمع انه الدمج هو خطوه كثير مهمه لتعطي جماليه للعين. نحن دمج الشادو بده يكون بشكل دائري، خصوصي وقت بدنا نكون عم نشتغل بزاويه العين. بزاويه العين بناخذ دمج الشادو من برا لجوا، الزاويه الخارجيه من برا لجوا، وبزاويه العين الداخليه من جوا لبرا. عم نحاول نتعلم. انا افشل حدا بيحط الميك اب، خليني اساعدك دونا. انا بساعدك، يلا خليني اجرب. اكثر عن طبعا اكيد مكياج السهرات والحفلات اكيد مختلف عن المكياج اليومي، خلينا نحكي شو اكثر الالوان المناسبه هلا بالصيف بالنسبه للسهرات. والله هلا نحن عم نحط حسب شو الصبيه لابسه، يعني نحن الالوان الزيتيه عم تضرب كثير، الالوان الاحمر كثير عم تضرب، الخمري مثل ما حكينا بالاول، لون الزيتي على السهرات عم يطلع كثير حلو. بس مو دائما بنتقيد بلون اللبس اذا هذا الشيء، يعني هلا نحن وقت ممكن انه ما يلبق او شيء، نحن وقت تكون لابسه الصبيه اسود فبنحط لها على حسب هي شو حابه. هلا فينا نقول الاسود اذا كان اللون اللباس اسود، مو ضروري نتقيد بلون الميك اب يعني؟ لا ابدا ما ضروري، نهائيا على حسب ذوق الصبيه نحن وقتها بنشتغل. هلا انا بالجفن المتحرك بالالوان اللي فيها لمعه بنحاول بنحطها بالاصابيع وبندمج بالريشه. وقت ما نحطها بالاصابيع بنكون نحن حددنا شو عم نساوي. تمام. نحن بدنا نحاول دونا هيك بالوقت اللي معنا انه نصل للاطلاله الاخيره للصبيه، يعني كمان اليوم وجه الصبيه بيساعد احيانا طبعا اكيد اكيد كل قد ايه اليوم ساعدك وجهها للصبيه اللي معنا؟ كثير كثير بيكون مريح، يعني خاصة إذا بيكون في مساحة بالعين، يعني أكيد 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 مساحة العين جدا جدا بتأثر معنا بهذا المجال، وهدوء الصبية بيأثر معنا. هلا أنا بدي أشتغل بشغلات بمجالنا على أساس إنه الصبية بدنا نحط أي شادو بدل الأيلاينر، لأنه نحن إطلالة صباحية بحيث إنه كله يكون مموه، بيجي اخف واهدى، بيجي اخف وبيجي مدموج اكثر. يمكن بيعطي جماليه كونه بتحسي روح وحده، يعني بيعطي سحبه. تماما بيعطي سحبه ونحن بنتحكم فيها اكثر، يعني خصوصي اذا الصبيه منونه مثل ما بنقول بالعاميه بتخاف. يمكن كمان في صبايا ما بيحبوا اللاينر، ممكن انه هذا الشيء يلاقوه احلى او اخف هيك على العين حسب اليوم كمان ذوق الصبيه هو بيلعب دور. تمام. هلا احنا وين وصلنا اليوم؟ هلا بدك تعملي اللاينر وبعدها؟ هلا انا بدي ادمج اللاينر من زاويه العين الخارجيه اللي هو بالاي شادو، مشان نحن نعطي شوي غماقه للعين، نغمق قطره صغيره للعين، وما بدنا الغماقه تكون قويه. قد ايه اليوم شكل الحواجب بيلعب دور بتحسي انه بيعطي جماليه للعين؟ تماما. كمان وبيغير شكل الوجه. الحواجب جدا اساسيات جدا، هاي السيره انا دائما بحكي فيها،
وقت بيكون عندنا حاجب غلط فالمكياج كله بيطلع غلط. حتى وقت بيرسم الحاجب غلط لو كان الميك اب حلو بيغير شكل طبعًا. الميك اب كله طبعا طبعا اكيد اكيد بيطلع غير جهه بيطلع غير شخص، حتى بيطلع معنا غير صبيه تماما. شو اكثر شيء اليوم بياثر بوجه الصبيه؟ يعني خلينا نقول الجزء الجماليته اكثر اليوم بتعطي جماليه للوجه، اللي هو جمالية العين، الدمج الصح وجمالية الوجه، الكونتورينج الصح. يعني أنا وقت كنا عم أشتغل كونتورينج صح فأنا ما باكل هم نهائياً. عم تركزي دونا كتير على طرف العين مثل ما عم شوف للصبية؟ تماماً أنا مشان أعطي وساعة للعين وأظهر جمال العين. حسب مساحة عينة يعني هي شيء. زاوية العين الخارجية جداً أساسية، يعني حتى وقت بيكون عم ساوي ميك اب سهرة بشتغل على زاوية العين الخارجية، بصير ببين معنا أكثر نحن شو عم نحط. فرجينا إيناس فتي اللي عندي حبيت. هلا أنا ححط لها شيء من نفس الروح اللي هو بدي أدمج ذهبي مع زهر على الجفن المتحرك، كمان على الجفن المتحرك مشان بيبرز لي هاي النقطة. نحن كثير عندنا أشكال للمكياج، عندنا الكات كريس وعندنا السبوت لايت وعندنا العين المدموجة وعندنا العين المسكرة وعين المفتوحة، وكله له طريقة خاصة فيه وله طريقته الخاصة وله وقته. هلا نحن اليوم محكومين شوي بالوقت، يعني نحن بنعرف أكيد لو وقتنا أكثر دونا أكيد حيطلع شيء اجمل يعني، ولكن هيك حابين نشوف ايناس باطلالتها الاخيره. هيك انت بلمساتك الاخيره خبرينا شويه نصائح دونا اليوم لكل صبايا عم يسمعونا اليوم او عم يشوفونا. نحن اهم شيء انا دائما بقولها ترطيب البشره قبل ما نحط الفوند جدا اساسي. بنرطب بعدين لازم يكون في اهتمام بالوجه وكثير الاهتمام اساسي. يعني انا ليلي نهاري كريمات ليليه كريمات نهاريه جدا مهمه، ما نترك الموضوع هيك. هاي من الأساسيات للبشرة وللعين، يعني مشان سواد تحت عين، مشان ألوان ما وقت ما نكون حاطين ميك أب ما يعطي خيال. هلأ كتير صبايا بيروحوا للألوان البرونز للبشرة، الفون خلينا نقول والكونتور، هل هذا الشيء بيلبق لكل الصبايا؟ لا أكيد لا أكيد لا، في صبايا بتحسين خلقه بيض يعني ما خلاص ما بيطلع حلو اذا نحط عليه البرونز. في صبايا بيلبق لهم، يعني في صبايا عم يطلع حلو عليهم حتى لو البشره بيضه وحطت برونز ممكن انه يطلع حلو او ممكن لا، يمكن حسب لون الشعر كمان له علاقه. لون الشعر له علاقه وقديش عم نفتح، كم درجه نحن عم نفتح او نحن عم نغمق، درجات التفتيح إلى نحن لنا حد معين للتفتيح وللتغميق، أكثر منا ما فينا نطلع. طيب دونا شو تبقي؟ يعني نحن بقي عنا دقيقة بس ضمن وقتنا، شو فينا نعمل فيها؟ نحن عمليا خلصنا، بدنا نحط بدي أحط لها هايلايتر، هو هذا من الشغلات اللي كتير دارجة على الكريس. قد ايه اليوم اللايتر بيعمل إضاءة حلوة يعني للوجه؟ كتير بيعطي طاقة حلوة وبتحسي الوجه صحي كتير. وعم تختلف أسعاره دونا، يعني عم نشوفه من محل لمكان لمكان بسعر، حدث ولا حرج على موضوع الأسعار. هلا أنا بحب حطه هون. ليه على الأنف؟ يعني الأنف بيبرز، الإضاءة بتبرز الأنف. إذا كان صغير يعني إذا كان بيعطي جمالية يمكن بعد الكونتور. تماماً بيعطي بيبرز، نحن بيبرز هاي الزاوية اللي قدام عند الأرنبة، إلا أرنبة نحن هون. هي أحلى شيء، بنحط شيء نكزة بسيطة هيك بشكل دائري وخالص. طيب تفرجينا إيناس. حلو وناعم يعني. ناعم أكيد هو إطلالة صباحية. بدنا نشكرك دونا لهي اللمسات الحلوة، وأكيد بدنا نشكرك إيناس هيك طالعة بإطلالة صباحية كتير رائعة. شكراً لك دونا، ونتمنى لك هيك أيام حلوة، نشوفك اسمك بين الأسماء العالمين بالميك أب. شكراً أكيد.